بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن
فأصدق وأكن
يسبح لله صدق الله.